جديد وفكرة جديدة. أعزائي المشاهدين، اليوم رح نتعرف وإياكم على واحدة من الأفكار الشبابية التي تنبري للدفاع عن واحدة من قضايا الأمة العربية، هي القضية الفلسطينية، وبالتحديد موضوع القدس وموضوع أصالة قضاياها بشكل عام. لجنة القدس في الجامعة الأردنية، مجموعة من الطلبة من خلال هذه اللجنة عندهم العديد من الأنشطة والبرامج اللي بينفذوها في مجال التوعية للطلاب وإعطاء المعلومات الصحيحة والحقيقية لتبقى القدس القضية النابضة في حي كل عربي ومسلم، أو في ضمير كل عربي ومسلم. اليوم إحنا استضفنا هالشباب وما شاء الله عليهم، هم من كلية الهندسة، وإحنا بنعرف متطلبات كلية الهندسة كبيرة جدا، لكن الوازع الديني والوازع الوطني عندهم كان يجعلهم متوازنين بين دراستهم وبين هذا النشاط اللي بتحمل جهد كبير. هم طلعوا بفكرة، فكرة أجندة فيها معلومات كثيرة وكبيرة ومدققة وصحيحة عن المسجد الأقصى وعن القدس. في كل صفحة في معلومة، وفي كل شهر في معلومة ستؤصل وتؤسس لأصالة المسجد الأقصى، وكيف أن الأمة العربية وبالتحديد الأردن ينبري للدفاع عن المسجد الأقصى وحقوق المسجد الأقصى بشكل عام. فبدي أعرفكم بضيوفنا الكرام. بدي أعرفكم أولا بجمانة تفاحة، وهي سنة رابعة كلية الهندسة الصناعية. أهلا وسهلا فيك بلجنة القدس. أهلا وسهلا. وبدي أرحب بأحمد المشايخ، هو سنة ثالثة في كلية الهندسة المدنية كمان بلجنة القدس. أهلا وسهلا فيكم. صباحكم سعيد، أهلا وسهلا فيكم. يعني وجودكم أنا بكون كتير مبسوطة لما بشوف الشباب، وخصوصا شباب الجامعات أو طلبة المدارس، بيقوموا بنشاطات وبمبادرات وطنية. هذا بدل على قديش في حس وطني عالي تم غرسه في هؤلاء الشباب. يعطيكم العافية. يعني ما بنحكي عن لجنة القدس، لجنة القدس يعني مثل ما ذكرت فخرية أسست سنة 2013، ويعني من أهدافها فعلا هو المحافظة على حتى وجود القدس دائما في نفوس أبنائنا. طبعا الأردن دائما كان داعم للقضية الفلسطينية، ولا زال أيضا. يعني احنا بنعرف انه الهاشميين هم اساسا اوصي على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه ايضا في فلسطين. يعني هذا دليل على الدعم الاردني دائما للقضيه الفلسطينيه. تحكي عن لجنه القدس وتاسيسها، فكرها، تحكي لنا عنه احمد. اول شيء شكرا كثير على الاستضافه في برنامجكم. لجنه القدس هي اول لجنه معرفيه مقدسيه في الجامعات الاردنيه، تأسست في 5/3/2013. هدفها نشر المعرفة المقدسية بين طلاب الجامعات الأردنية وربط دورهم كشباب أردني في المسجد الأقصى، وكونهم أكبر تجمع طلابي قريب عن المسجد الأقصى. يعني بتنشر المعرفة المقدسية في عن المسجد الأقصى، المعرفة الصحيحة عن المسجد الأقصى. فكرتها يعني بلشت إنه احنا كثير مغيبين عن المسجد الاقصى بالتحديد كشباب بالضبط. واحنا يعني احنا كدورنا كاردنيين يعني احنا الواصيين على المسجد الاقصى، واحنا يعني اقرب بلد له، اكثر بلد يعني مسؤول عن القدس والمسجد الاقصى بشكل عام. فبلشت الفكره انه كان في كثير جهل بالمسجد الأقصى. يعني كان في الناس كثير بتفكر أن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة اللي هي القبة الذهبية، وفي ناس كانت تفكره بعدين القبة الرصاصية. لا، يعني هو يعني هاي المعلومة الأساسية عن المسجد الأقصى، هو المسجد الأقصى هو كل ما در عليه السور اللي هو مساحته 144 درهم. فهاي من المعلومات الأساسية يعني تقريبا اللي كان أغلب الطلاب ما بيعرفوها. فمن هون بدأت الفكرة في تأسيس لجنة القدس في الجامعة الأردنية. نعم. طيب طلعتوا يعني بواحد من الأنشطة اللي هي موريا، أو هذه الأجندة اللي هلا فرجيناها للسادة المشاهدين. تحكي لنا عنها، هالأجندة وشو محتوياتها وكيف جت فكرتها. ويعني آلية تصنيعها، لأنها هيك مصنعة بطريقة كتير محترفة يعني. اوكي، هلا بالنسبه لفكره موريا، هي كانت فكره بسيطه جدا، عباره عن رزنامه فيها اهم الاحداث، المناسبات للمسلمين والمناسبات لليهود، مثل اعياد اليهود ومتى بتصير اقتحامات.
تمام. بس تطورت هاي الفكرة لحتى تشمل معلومات أكثر، يعني لا تقتصر فقط على ماذا حدث في مثل هذا اليوم أو ما الذي يصادف هذا اليوم. تطورت الفكرة حتى تشمل مواضيع في كافة التفاصيل، في كافة يعني فينا مفاهيم، فينا عقيدة، فينا تاريخ، فينا واقع، كل شيء يعني حد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تكون عند كل إنسان مسلم حاولنا أن نحصرها داخل أجندة موريا. هلا آلية التنفيذ للأجندة كان في زي ثلاث مسارات تمشي بشكل متوازي. كان في عندنا فريق كامل متكامل بيشتغل على المحتوى وتحضير المعلومات والمواضيع، وأكيد هذا ما كان شيء بشكل عشوائي، يعني كان في استشارة من بعض الدكاترة المختصين في الشؤون المقدسية، هم أيضا ساعدونا على تدقيق هذه المعلومات. كمان في عندنا المسار الثاني اللي هو التواصل مع المصممين الذين صمموا هذه الأجندة. يعني في الغلاف موريا هو تصميم مصمم مبدع مصعب بشربجي من السعودية، ومن الداخل التصميم من علا الحلاق من سوريا، هي اللي صممت الثيمات الداخلية للأجندة. معاكم باللجنة ولا لا؟ لا لا، علا استعنتوا فيه؟ علا الحلاق من سوريا. عاد كلكم هندسين يعني. هم تطوعوا يعني للموضوع، يعني هم كانوا حابين الفكرة. حبينا يكون إشي يعني مبدع جدا عشان يلامس الشباب. عربي. موضوع عربي مش موضوع. طب كويس، حلو حلو. والمسار الثالث مثل ما حكيت لكم اللي هو تعباية المعلومات والمحتوى والمواضيع داخل هذه التصاميم الجاهزة. نعم. بعدين كان يعني الفريق اشتغل عليها 4 أشهر. كان يعني جهد جماعي جبار حتى صارت بهاي المستوى من الإبداع حتى تلامس الشباب، لأنه نحن بالأخير بدنا نوصل الوعي للمجتمع الطلابي والمعرفة المقدسية بأسلوب بسيط ويعني يلامسهم. نعم، يعطيكم العافية، يعني فعلا جميلة. وبعدين كل ما عم تفتح صفحة عم بتشوف معلومة جديدة، عم تقرأ يعني ماذا حدث في هذا اليوم، أو مثلا أو معلومة، أو يعني فعلا جميل، وألوانها حتى جميلة، يعني بتشجع الواحد على أنه حتى يكتب فيها معلوماته. أحمد، لما بنحكي عن إحنا شفنا صور لمجموعة من النشاطات، يعني هاي مش نشاط واحد بس للجنة القدس، هناك نشاطات أخرى أنتم بتقوموا فيها، تحكي لنا عن النشاطات اللي بتقوموا فيها وأثرها على الطلاب. إحنا بآخر بالفترة الأخيرة يعني كان لنا مجموعة أنشطة، كان من ضمنها استضافة الدكتور محمد العريفي في الجامعة الأردنية مع المرابطتين خديجة خويس وهنادي الحلواني بالتعاون مع اتحاد الطلبة كانت في الجامعة. استنى شوي عشان نوضح الصورة. المرابطتين هدول سيدات هم جزء من المرابطين، بيضلوا في المسجد الأقصى بالزبط. حتى ما يكون المسجد الأقصى فاضي بالضبط. فهدول احنا شفناهم مرابطين وبيضلوا يعني وعلى كل حال أكاديميين مختلفين، في إشي أطباء، في إشي دكاترة، معلمين. في إشي مهندسين، بيضلوا مرابطين بالمسجد الأقصى حتى المسجد الأقصى لا يتم إخلاؤه من أي فلسطيني. طبعاً فخر لأنه يعني طلعت حلقة من المسجد الأقصى. وهي معلومة أنا قرأتها كمان وعجبتني، وضليت وراء هالمعلومة حتى يعني جبتها، وعجبتني كثير الفكرة. تخيل بتركوا أشغالهم وبتناوبوا. فتفضل. فصدفتوا مرابطتين. مزبوط، استضفناهم ليحكوا لنا، يعني يحكوا لنا مباشرة، ويكون التواصل بيننا وبينهم مباشر، يعني عن معاناتهم، عن إيش الأشياء اللي بتعرضوا لها، عن كيف إنه ممكن إنه إحنا ندعمهم، كيف إنه ممكن إحنا يعني كيف جهودنا يعني هم كانوا كثير يعني هم يعني لما يشوفوا حماسنا إنه لخدمة القضية هم بيروحوا بنفس جديد. دائما بيحكوا لنا أنتوا اللي دائما بتثبتونا، يعني أنتوا اللي برا القدس، يعني انتوا هيك، يعني احنا كيف اللي احنا جنب القدس دي يكون يعني جهدنا ومبذولنا اكبر، بس انتوا دائما اكثر منا، دائما هيك بيحبسونا وبيشجعونا. انت زرتوا القدس؟ لا. هذا هلا هاي الحماس موجوده عندكم، كيف لو تزوروا القدس او تزوروا الاقصى كمان وتشوفوا احمد عيني برغرغه ان شاء الله، يا ريت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني هو جميل لما بيكون هذا الشعور وانت لسه مش رايح، يعني انا بقول دائما اللي بيكون عنده انتماء هو بعيد، هذا انسان يحترم جدا، لانه كمان هو ما شاف ولا زار ولا عاش، لكن هذا اكيد بالتربيه كان موجود عنده. صح، عشان هيك القضيه الفلسطينيه هي ستبقى حيه في كل نفوسنا اذا هذا الجيل تاعكم وعم تنقلوا هلا المعلومات اللي عم بتاخذوها، اكيد بتستقوها من اشخاص ذات خبره تاريخيه دينيه اكاديميه في هذا، اكيد مش معلومات صحيح. يعني كلها موثقه صحيح. من وين بتجيبوا المعلومات اللي يعني سواء بموريا او من خلال التوعيه للطلاب؟ في دراسات متخصصة في مجال علوم بيت المقدس، وفي دورات إلها يعني بيقدموها، يعني بتتقدم في تطرح كل فترة في الأردن،
من خلال هاي الدورات ومن خلال المحاضرين بنحصل على هاي المعلومات، وطبعا من خلال البحث والسؤال يعني بأكثر من مجال وأكثر من طريقة، بس يعني هي بشكل أساسي من دكاترة وأساسا يعني مختصين في هذا المجال. ثقة، نعم. ثقة وإلمام بالقضية. جمانة، تحكي لنا أكثر عن موريا، كم نسخة مثلا العمل منها، كيف بتم توزيعها، كيف الناس ممكن تحصل عليها أو الطلب؟ هلا الأجندة لما ودينا المطبعة طلبنا 3000 نسخة، يعني هي الحمد لله كان هدفنا طلاب الجامعة الأردنية، بس بفضل ربنا يعني لاقت استحسان كثير كثير من الطلاب خارج الجامعة الأردنية من الجامعات الثانية على مستوى كل محافظات في الأردن، وبرضه طلعت لبرا للعالم العربي وللعالم كله، يعني مثلا وصلت لتركيا، وصلت لمصر ومغرب، حتى وصلت لألمانيا ولأمريكا. هي باللغة العربية؟ كلها باللغة العربية، بس يعني تركيا؟ وصلت تركيا طبعا والناس طلبوها، حتى في أمريكا وألمانيا كمان وصلت. فيعني مثل ما بيحكوا القدس تجمعنا إذا عز لقاء، فكل الناس في كل العالم العربي مهتمين بهذه القضية، أكيد كلنا مجمعين على القدس بالضبط، بكونوا بتمنوا إنه يحصلوا على هذا العلم اللي بيزيد الهم عند الناس. يعني صحيح، يعني كلنا نفوسنا تتوق وروحنا تتوق للأقصى وتتوق للقدس، فتحية صباحية للقدس، لأهلنا بفلسطين كلهم، وتعظيم سلام لطلاب جامعاتنا الأردنية اللي هم في الأردن بس روحهم وعقلهم قلبهم معلق بالقدس. يعني ما هو الأفئدة القدس؟ أنا بدي أشكركم وسعيدين فيكم جدا جدا، ومباركة موريا ومباركة جهودكم. شكرا لك.